نريد أن توضح الولاء والبراء في الإسلام. الولاء والبراء من أوثق عرى الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ماذا يا إخواننا؟ فالولاء والبراء من أوثق عرى الإسلام. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالصحابة رضوان الله عليهم تركوا ديارهم وأهليهم، نعم، وهاجروا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل واجهوا أقرباءهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف والرمح. فهذا هو الولاء والبراء. أما الولاء الحزبي أو الولاء القبلي أو الولاء الإقليمي أو ولاء اللون أو ولاء غير منا هو شائع وذائع بين الناس، فولاءات دنيوية وولاءات ضيقة وولاءات للشيطان حظ فيها. إنما المؤمنون إخوة. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. وقد حدث ما حدث في جميع بلاد الإسلام، حدث ما حدث من الفساد ومن ذل المسلمين بسبب ماذا؟ عدم الولاء والبراء. فرب العزة يقول في كتابه الكريم في آخر سورة الأنفال بعد أن ذكر ولاء المسلمين للمؤمنين للمؤمنين وولاء الكفار للكفار، قال: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. نعم، هل حصلت فتنة في اليمن؟ نعم، عند أن كانت المظاهرات بتعز وبصنعاء وبذمار فتنة، وقال الله شرها فله الحمد والمنة والله المستعان. ولا سيما إخواني في الله أعداء الإسلام حابدون على المسلمين، فماذا يعني هم مستعدون
مستعدون أن يأتوا في تربيتهم الذي قد وضعوا له الكرفيتة. وماذا يا إخواننا ومشطوا لراسة وهكذا، وما يعرف إلا طبعا ويعني، وما تدري إلا وقد قالوا هذا نائب الرئيس وذاك الثاني رئيس وهذا رئيس الوزراء. نعم اختاروا لكم، عندنا بعثي واشتراكي، اختاروا لكم واحدا منهما، ما ذي مجال لثالث، ما ذي مجال لثالث، والله المستعان. فماذا يا إخوان؟ القصد أنه حدث للمسلمين ما حدث بسبب ذنوبهم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. هل نحن مثلا نرمي في جميع النكبات على المسؤولين؟ لا، للشعوب حظها. الذي يقول من أعطاني 1000 ريال ما صوتت له، هذا له حظه يا إخواننا، الذين ما يتقيدون بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الملك والرئيس وضع من أجل هذا، وضع من أجل إقامة دين الله، ما وضع من أجل تثبيت كرسيه أو من أجل عماله لأعداء الإسلام، والله المستعان. المهم كونوا حذرين يا أيها الإخوة الصوماليون، حتى من مساعدات حكومات المسلمين. ما يساعدونكم إلا إذا قالت أمريكا ساعدوهم كذا، والله المستعان.